بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة بعجالة وبتوفيق من الرحمن جل جلاله وعما نواله. سأركز على التفرق الذي تعاني منه الأمة. إذا كان الرب واحد سبحانه وتعالى جل جلاله وعما نواله ولا شك في ذلك، وكل ما خلق الله باطل وكل شيء ممكن يشرك في أمره أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه سيد وخالق وليس بحاجة إلى شرك. ونعرف كل ما كانوا جماعة في شركة وخان البعض الآخر، الله يرفع يده المباركة من هذه الشركة. لهذا الرب واحد والدين واحد، رضاه ربي سبحانه وتعالى لمن يريد الخلاص من هم الدنيا والآخرة. كيف نفسر مناء التشتت والتفرق والتناحر والتطاحن والتآمر والعنف المتبادل مادي ولفظي، والمؤامرات التي تكال بالليل والنهار وشروط تدبر بالليل والنهار؟ كيف نفسر هذا؟ والله لا نجد تفسير إلا واحد، هو أن الأحزاب المتناثرة في العالم هي أحزاب شيطانية عموما، وإن كانت عندها شعارات لا توحي بأنها من صميم الدين سواء كان الإسلامي أو النصراني أو اليهودي، لكن في الحقيقة لو كان الأمر كما يقولون اللي هم مؤمنون يقولوا مبعوثون للإصلاح، يبدأوا بإصلاح أنفسكم، ثبتوا روحكم، هل أنتم من أهل الرحمن أو من أهل الشيطان؟ المسألة ما هي شعارات لا بينو في بالموان، هل هو مش ممكن تواصل بالطريقة الأكذوبة دي لأنها خطيرة جدا. والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبث بدينه، الدين مقدس، وإذا كان نزل على شكل ما فيبقى كما نزل، لا يمكن لنا أن نزيد فيه أو ننقص منه، لا يمكن هذا، لأن الولي ند لله وربما نولي ندعي أن نعرف أكثر من الله ونقدم له نصائح من عندنا، من أين لنا هذا؟ نحن نقدم نصائح لخالقنا، ربنا كامل الأوصاف، وأعلم من نجيه، رانا ثغرة في شرعه ونقولوا يا رب أو هكذا أو ديمقراطية يا رب. أو المراكز الذكر تكذبوا، المرأة مش كذكر، المرأة هي كائن من له حرمته وله حقوقه وله حقائقه. مستحيل هرمونات الحثات بتاع الأنثى تقول كما عند الأنثى كما عند الذكر، والأنثى كل لحظة عندها هرمونات معينة معدلة بطريقة فيها سر من الله سبحانه وتعالى لكي تبقى أنثى قابلة للتلقيح وقابلة للحمل والمجر وقابلة بس تتحمل منا الأذى اللي يجيها من عالم الرجال صغار وكبار، حيث يبارك فيكم الشعارات الباطلة ما جابت لكم حتى خير، والدليل يكون فلسفاتهم كلها بلا هرمت شاخ بالعامية ما عاش فيها ما تاخو، ويا من البداية ما فيها ما تاخو. لكن بما أن البشر في غيبوبة وفي جاهلية من يسهل انقيادهم لهذه الطرائق، لكن الآن الأوان مشرف وهو القرآن ربي وعد فيه، قال سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه كلكم على باطل إلا من أبى الباطل واتبع رسول الحق عليه الصلاة والسلام. والقرآن هنا يؤازر من هو أهل من هم أهل الله ويخذوا من دونهم ومن خالفهم، حبيت لكرهت، أرى النزاعات اللي أنتم فيها سوف لن تكف إلا برجوعكم إلى الله وبالعيش في أخوة ونزاهة وتسامح، وواحد يعفو عن الآخرين ونكف عن حرب الكل للكل، وكفانا تمثيلا. لم يصبكم الهرم في هذا المجال؟ ألم تيأسوا من ما يعدهم بكم شيطانكم؟
شيطان يستحي كيده، ضعيف وحبله قصير، وهو عدو الرحمن. لا يمكن أن نقبل من عدو الرحمن أي وصاية علينا، ولا يجوز لنا أن نصدقه ولو لحظة من عمرنا. إبليس كذب على الله، من يقول لنا ربي هكذا وربي يحب كذا وربي يكره كذا، هو كذب وبهتان. وكل ما قربتوا للإنسان في بالكم تحسنوا له، الشيطان يزين لكم الأمر ذاك، هو بالحقيقة غير ذلك، ويعملكم في فخاخ. بل كي يقع الإنسان يقع كما الأنثى تقع في هكا رقة قلب على إنسان شكالة من أم ولا من زوجته ولا حاجة، فإذا به بشوي بشوي يبلعها ويولي مانيبيلاتور بيرفير نارسيسيك، والعياذ بالله. تحدث في هذا كثيرا، احذروا كل ما مشيتوا فيه من تفرق ليس من الدين في شيء. الدين يوحد ولا يفصل الناس بعضهم عن بعض. الدين صادر عن التوحيد، ويقصد توحيد الصفوف والأمة، رجال ونساء، كبار وصغار، من أغنياء وفقراء، من قوادهم وعامتهم. أراوا الدين يوحد، وإذا كان بقيتوا على كل حزب بما لديهم فرحون. أعلموا أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، الواحدة الله يبقيها. نحن موجودين لنتحمل شرور الأغلبية باسم الدين. وقلت لكم ليست اللحية التي تجعل الإنسان تقيا، وليس البرقع على المرأة ما لا تقية، بل الله ينظر لصدورنا لا ينظر لصورنا. ومن كان له قلب من صاف يتحنن الله إليه. وأنتم الآن ترزحون تحت الآلام، وما ما تركتوا حتى ما كانوا في فلوس توجوا في العلاج حتى مع الشوافة. وآن الأوان بس تفيقوا من غفلتكم. أراه التفرق نجيب كان زيادة في الإثم وزيادة في تعقيد الحياة، وثم الممات مش يكون صعب وعسير عليكم، ثم الحياة البرزخية مش تكون هول عليكم، ويوم القيامة يوم فضيحة ويوم ارتجاج ويوم صدمة عظمى، ثم والعياذ بالله المقام الأخير خذوه في الجنة خيمة، خذوه في النار. والسلام على من اتبع الهدى.